كل ما يتعلق بدبلومة السموم والكيمياء، الطب الشرعي ومسرح الجريمة وخدمة العدالة، الموضوع بالتفصيل. كلية الطب كانت أعلنت على فتح القيد للحصول على الدراسات العليا لكليات زراعة بتخصصاتها في مجال السموم والكيمياء الطبية الشرعية ومسرح الجريمة وخدمة العدالة. كلية الزراعة الدراسات العليا بتكون في تخصصات السموم والكيمياء الطبية والشرعية. في بند في الدراسات العليا بالنسبة للدبلومة دي هنا بعدم ممارسة مهنة الطب، يعني ما ينفعش تاخد الدبلومة وتقول أنا دكتور وأفتح عيادة، لكن ما يقصدش إنك مش هتمارس مهنة الطب الشرعي. لا، كل الموضوع إنك بتمضي إقرار بعدم مزاولة الطب الشرعي. ما ينفعش تفتح عيادة وتمارس كلينيكال زي حالات اللي بتيجي لا قدر الله، زي حالات الاغتصاب والتشوه والطحنات إلى آخره، اللي بتتطلب فحص فعلي على المريض بشكل مباشر، بحيث جيت انك واخد دراسات عليا في كليه الطب. ما ينفعش، يعني الشهاده بتفيدك في شغل الطب الشرعي المعملي مش الكلينيكال، لان اللي بيمارس الكلينيكال هو الطبيب اللي معاه بكالوريوس طب وجراحه فقط، لكن الدراسات العليا دي بتؤهلك للعمل في معامل البحث الجنائي ومعامل الكشف عن السموم والمخدرات ومعامل وزاره العدل ومصلحه الطب الشرعي، معامل وزاره الصحه. وبأكد تاني هتلاحظ هنا بانك ليس بتشتغل بالطب كمان، من خلال الدبلوم تقدر تشتغل في المستشفيات الخاصه ومراكز الاورام، بس الحوار مش الدبلوم اللي بيشغلك، لازم كمان تبقى انت بتحضر ايفنتات او مؤتمرات وبتاخد كورسات واخد تدريبات كتيره في المجال، ولو تعرف تشتغل عشان يبقى عندك سي في محترم. وان هناك مش بقول لك هتاخد دبلوم وتبقى طبيب شرعي، لا، كل كليه من دول ليهم دور في مجال الطب الشرعي. مع العلم الدبلومه مش متاح حاليا، لكن مفتاح تفتح تاني على حسب لما تفتح، وربنا يوفقك ويكتب كل خير باذن الله. ولو حد خد الدبلومه دي يا ريت يكتب، بيكون الدنيا بالنسبه له واضحه وبالتوفيق.